أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك
ربك بغافل عما تعملون بسم الله كله
عليك يا دكتور. الله على حضرة النبي. نعم يا دكتور نعم. وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين الله يحفظك وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله
وقل الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر
يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى وذكر اسم ربي فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى عليك يا رب الله 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 قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم صدق الله العظيم الفاتحة